السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا بيان. توجور وليد كما العاده، معلومه جديده. اليوم عندنا تيغوان كود موتور سي ال جي ا في المهم لا 2 لتر. ليكيب هذا فيه مشكل مونك دو بويسونس، ما يتيريش. المشكل تاعو كي ندخلوا هنا بالفي سي دي اس. فتحي صافا خويا، واش كوريال؟ والله رحمه ربي، والله لاباس خويا. كي ندخلوا هنا بالفي سي دي اس يعطينا البريسيون سور اليمونطاسيون طرو الفي. كي نمشيو باللي فالور ريال نلقاو لا بريسيون ميزيري مش كومباتيبل مع ال. ها هو الديفو بي دبل زيرو اف دبل زيرو اكتياتور موديل فور تيربو شارجر. هذا ديفو الخوا مفتعل كيما نقولوا. بتشوي اجتهادو منا، هذه الطوموبيل بدلو لها البورت فيلتراير هكا، بورت فيلتراير هذا هو البورت فيلتراير. هذا البورت فيلتراير، هاو كيفاه يجي. هنا عندنا تيربو مش قاعد يرولاشي، عندنا تيميو هذا الرولاشر، هاو يجي لهنا ويركب في الالكتروفان تاع الوازبيت. ها ديفو لقينا التيربو يبقى حال طول ميرو لاشيش. الخلل وين لقيناه؟ هاد الخربه مقفوله كويس، كذا الفلتر هذا البورت فلتر ماهوش في الاوريجينال، هادي مقفوله. ها تشوف سيلات شان، هذه مقفولة. دوكا نبينو لكم بلي مقفولة هذه. ها ما يحبش يفوت. ها هو نورمالمون تكون مفتوحة. ها هذا مداير مونك دو بويسونس و مونك دو تيراج. خوتنا هاو بعد ما خربنا ذاك الريسيكلور اللي يجي في الفلتر، هاي السيارة ما شاء الله، هاي ما فيها حتى بروبليم. ويسك احنا المشاكل هذم دايما نسيوهم في الطلعة، تسمى الطلعة هي اللي تبين المشاكل. واش راح نقولوا البريسيون طرو الفي، المشكل هو ان عدنا لكم وين لقيناه. ودركا هاي السيارة ماشية ما شاء الله، الرسور ما كانش مولا كاش ما يقول لكم هاي ما كان مولا بيان الحمد لله. تكمبونسي تريبوندي بريسيون مليحة، الرسور ما شعلش الحمد لله، ما تغمدش. ايوا بصح هاي صافا بيان. الفايدة تاعنا الخوا الكليون يعود يروح راضي من عندنا، وهذه هي خوتنا. والسلام عليكم.